ايوه ايوه الحقيقة المناسبة كانت تسمية ابننا على السيد الرئيس أردوغان لم تأتي من فراغ ولم تأتي لمصلحة ولم تأتي لقرض، وإنما أتت احتراما وتقديرا للسيد الرئيس أردوغان لدوره الذي يقوم به تجاه المسلمين ويقوم به تجاه بلده، وللنهضة الملحوظة التي شهدها العالم على يده السيد الرئيس أردوغان. من هذا المنطلق أتى هذا الاسم تكريما وتقديرا للسيد الرئيس أردوغان. وهذه الفكرة كانت قبل عام تقريبا عندما تزوج ابني نزار وحبلت زوجته، وكانت في 4 شهور عندما ذهب للطبيب وقال للطبيب قالوا إن زوجتك حبلى بتوأم، فكنا عايزين نقول نسميه أردوغان، فالتوأم دي يمكن شويه كده كانت فيها صعوبه، قلنا اذا جابت ولدين نسمي طيب ورجب، واذا جابت ولد وبنت نسمي رجب ونسمي البنت على زوجة السيد الرئيس، ولكن شاءت قدرة الله ان زوجه اجهضت ولم يتم الحلم، وفيما بعد حبلت مره ثانيه بفضل الله وانجبت ولد وحققنا امنيتنا التي كنا نسعى لها، وسمينا هذا الابن على السيد الرئيس أردوغان، وكان المولود بتاريخ 17/7/2016، وأتى المولود بعد عودة الشرعية لتركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فتزامن وضوع الابن مع عودة الشرعية، ونحن سعيدين جدا أنه نسمي على هذا الرجل الإنسان، هذا الرجل القامة، هذا الرجل العادل، هذا الرجل المسلم الذي أرسغ وعد العدل في تركيا ونهض ببلده حتى جعلها في مصاف الدول المتقدمة. عايز أقول الاسم ده ما سميناه من فراغ، نحن أول حاجة معجبين جدا بالرئيس التركي، وهو رجل بجد يستاهل أن يسمى عليه، إنجازاته لبلده وكمان إنجازاته للدول العربية، شهامته ورجولته في نظري انه الرجل ما بتكرر يعني.